بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البرامج الحرة. عايزين نعرف إيه البرامج الحرة وإيه الفرق بين البرامج اللي إحنا بنستخدمها حاليا وبين البرامج الحرة. البرامج اللي إحنا بنستخدمها بيبقى لازم إن أنا أشتريها، أنا ما ينفعش إن أنا أجيبها من على النت وأعمل لها كراك وأحط باسورد والحاجات دي. أولا ده غير قانوني، علماء كتير قالوا إن هو لا يجوز، لأن أنت بتتحايل أو ما بتوفيش بالالتزام اللي أنت بتقول عليه موافق وخلاص، اي اكسبت او اجني، لا ده كده غير صح. وبعدين لما بشتغل في شركة بلاقي المصنفات بتجيلي وبتقول لي النسخة دي غير اصلية ومش اصلية ولازم اشتريها. طب انا كده وقعت في كذا مشكلة. طب ما انا قدامي حلين، خلينا نتكلم بصراحة واللي يحصل اللي يحصل دلوقتي. يا اما اشتري نسخة الويندوز، وتخيل كل الشركات في مصر اشترت الويندوز والاوفيس وكل البرامج الغالية ديت، يبقى انا هصدر مليارات بره بلدي. مقابل ايه؟ مقابل سوفت وير، يعني البترول والغاز هبيعه، ومقابل كده هاخد شوية برامج. بعد فترة البترول والغاز هيخلصوا من بلدي، من الجزيرة العربية ومن مصر وليبيا والعراق، كل وطن عربي هيخلص منه البترول. وخدنا شوية سوفت وير، هيقولك انت محتاج ابديت، ادينا فلوس. طب ما احنا معناش فلوس. احنا كده وقعنا في مشكلة، أو إن أنا أجيب البرامج وألاقي نفسي غير وقعت في مشكلة تانية. طب إيه الحل؟ الحل لقيناه في حاجة اسمها البرامج الحرة. إيه البرامج الحرة؟ مين اللي اخترع فكرة البرامج الحرة دي؟ واحد أمريكي اسمه ريتشارد ستيلمان، ده قعد يبرمج في شوية برامج وقعد تعب وي وي وي، وفوجئ إن الناس اللي بيعملوهم الشركة دي قفلوا الشفرة ومادوش له مبرمج تاني. الله، إيه اللي بيحصل دوت؟ طب أنا دلوقتي عشان ابرمج البرنامج دوت استعنت معلومات كتير جدا، لو ما كانش فلان فلان اداني المعلومه دي كنت تعبت وقعدت مثلا 3 4 شهور كمان عشان اوصل لها. انا شخصيا مثلا استفدت جامد جدا بكتاب لواحد اسمه تركي العسيري، جزاه الله خيرا، عمل كتاب في برمجه فيجوال بيزك، قريته يعني قطع معايا مثلا 3 4 سنين قدام. وكذا كذا حاجه، كذا مبرمج ان هم ادوني المعلومات اللي عندهم دي، وفرت عليا حاجات كتير. طيب قال لك انا هعمل ايه؟ قال لك انا هعمل زي اتفاقيه كده مع المبرمجين ان احنا هنعمل برنامج واحطه على النت ببلاش. ازاي يا عم حاج؟ يعني انا اقعد اسهر كذا ساعه واحط البرنامج ببلاش؟ طب انا مستفاد ايه؟ لا مستفاد كتير جدا. مستفاد اولا ان انت بتتعرف على المبرمجين، بتتبادل مع بعض المعلومات، ما بتلاقيش نفسك كل ما تيجي تعمل حاجه واحد يقول لك لا ده البرنامج ده مش هديك الشفره بتاعته. لا احنا مجموعة بنتعاون وبنتبادل مع بعض الافكار والبرامج. ثانيا انا برمجت البرنامج، وفي شركة عايزة تخصص البرنامج ده ليها، او عايزة تزود حاجة، او عايزة تنقص حاجة، عايز تخصص البرنامج ده لعدد معين او شيء معين، او عايزة تزود حاجات دي بفلوس، او في واحد مثلا اوف ده مشكلة وعايز نحلها له، او ان انا ادي كورسات في تعليم الحاجات ديت. ده سد الموضوع بدأ يبقى حلو. فبدأ المجتمع كامل ينمو من جميع الدول، ويمكن ناس كتيرة من أو بلاش من ناس كتيرة عشان مش كدابين، في ناس اشتركت في الوطن العربي في الموضوع دوت. الفكر جميل جدا، إن أنا بكل بساطة أقدر أحمل برنامج، لو أنا مش مبرمج خالص بحمل برنامج وأشتغل عليه، لا بحتاج إن أنا أدور على باسورد ولا كراك ولا أخش على أي مواقع ولا حاجة من الحاجات ديت، ولا إن أنا أقول على الموقع الاتفاقية أنا مش عارف أنا قريت يعني برنامج مثلا داونلود أكسبليتور. ده في الاتفاق بتاعته ان لو حصل اي مشكله بروح للمحكمه العليا في اسرائيل، هي دي الحكم بينه وبينه. طب ليه؟ ثانيا البرامج المغلقه من ضمن المشاكل بتاعتها ان انا مش معايا صفحه الكود، فممكن يكون فيها فيروس، ممكن يكون فيها تجميع المعلومات وتبعثها لجهاز مخابرات او تبعثها لاي جهه، ممكن يكون فيها بيجمع معلومات لشركات، يعني انا مش ضامن، هو مديني علبه مقفوله. انما البرامج المفتوحه بيديك شفره الكود. نرجع تاني نعرف البرامج الحرة عشان الناس متوهش مني. البرامج الحرة ديت أنا عملت برنامج، بقول يا إخوانا البرنامج موجود على النت، اللي عايز يبص على شفرة الكود أهو، اللي عايز يحمله ويشتغل بيه يحمله، اللي عايز يزود في البرمجة بتاعته أهو، افتح واقرأ وشوف وعدل وقول لي على التعديلات اللي زودها. يعني أنا عملت مثلا برنامج زي الفوتوشوب، واحد تاني قال لي طب أنا ممكن أعمل خاصية تخلي صورتي متحركة، طب وريني الزرار ده، ضفته اللي عندي. بدل ما هو كان يقعد فترة كبيرة عشان يعمل حاجة معينة، لا ده خلاص اتعودنا مع بعض ان احنا خلصناها. والله الموضوع حلو وجميل ولذيذ وكل حاجة. بس انا مش هنتكلم عن المبرمجين، هنتكلم عن الناس العادية. انا دلوقتي اتعودت على برامج كتيرة جدا وصعب ان انا اسيبها.
وبرمجة حرة مش هلاقي كل برنامج انا بدور عليه، لا كل برنامج هتدور عليه هتلاقيه. يعني مثلا الفوتوشوب هتلاقي برنامج تاني بنفس قوته، هتلاقي برنامج مثلا الماسنجر في AMSN ماسنجر، 3D ماكس فيه برضه برنامج مشهور وقوي وكل حاجة، كل برنامج هتدور عليه هتلاقي بديل ليه. بس نتعب مع بعض، أو ممكن مثلا نعمل مدونة مع بعض ونبص فيها. يعني هقول لكم على شوية برامج كده حلوة، أشهر برامج كبيرة اللي هي إيه، الأوفيس. عندنا شركة صن عاملة أوبن أوفيس وده ببلاش، ولما جربت تلاقيه قوي جدا، وفي أخ شرحه بالعربي كذا كتاب موجود شرح كتاب العربي. عندك مثلا على سبيل المثال 3D Max، في برنامج اسمه بلندر ده مجاني وعمل أفلام قوية جدا وموجودة في السوق. يعني عندك مثلا الوورد اللي هو في الأوفيس ده هتلاقيه، اي بي وورد، كي وورد، الأوبن أوفيس اللي احنا قلنا عليه، كل برامج هتلاقيه إن شاء الله، مفيش أي برنامج. ولو ملقتش قول لي وندور عليها، أو دور على النت مثلا، أو في بعض المواقع إن شاء الله في فيديو تاني نقولها. نرجع تاني للأوبن أوفيس.